حضراتكم على طول. يعني كلها في ناس بتلعب وفي ناس ما بتلعبش، فبيبقى غايب عن المباراه لفتره طويله، وفي نفس الوقت يمكن المجموعه اللي كانت موجوده معانا عندنا برضو بعض الاصابات، لكن تم تاهيل، كان في لعيبه برضو مصابه ورجعت. فيمكن فتره انك ترجع تاني طبعا ويبقى في القوام كله موجود مع بعضه لفتره طويله مع بدايه مرحله مهمه جدا، لان انا كمان في العاده بنتكلم على تقسيم الشغل بتاعنا كمراحل. المرحله دي زي ما انتم عارفين طبعا مرحله مهمه جدا، مرحله بدايه الدوري تاني مع الاتحاد، وبعدين عندي مباراه الرجاء، وبعدين عندي مباراه النجم ان شاء الله. فدي مرحله مهمه جدا، اتكلمنا مع اللعيبه والحمد لله، يعني شفنا يمكن برضو اللعيبه النهارده بحييهم على ادائهم، بيتعاملوا مع الصعوبات انا بقول، وبالذات الغياب عن المباريات لفتره طويله لكم كبير من اللعيبه اللي موجوده والاساسيه طبعا، اكيد طبعا بيأثر بشكل كبير، لكن النهارده مع ذلك قدموا عرض انا راضي عنه جدا، وفي نفس الوقت فازوا بنقطتين مهمين، ثلاث نقط مهمه جدا مع فريق الاتحاد. وانا بقول فريق الاتحاد السنه دي يعني دعم بشكل كويس وافضل بكتير، فكانت مباراه مهمه لاشياء كثيره جدا، فالحمد لله. اتفضلوا الاسئله. الله يبارك فيك يا فخمي. السؤال الجزء الاخير لا انا مش هتكلم الا في المباراه بس، الحاجات الثانيه دي يعني السؤال الثاني انتوا كلكم موجودين. انا القرارات بتاعتي انا والخطوط بتاعت النادي مش بتاعتي، الخطوط بتاعت النادي مش بتاعتي، انا مش هتكلم في حاجه يعني، لكن انا المسؤول على الحفاظ على هذه الخطوط، فمفيش اكتر من كده، واللي هيتكلم غير كده ما عندوش وعي، اللي هيتكلم غير كده ما عندوش وعي، فلازم اللي يبقى موجود يحافظ على الخطوط تحت اي ظرف وتحت اي اسم. اللي مش فاهم كده بيفكر في العاطفه يفكر مع نفسه بقى، ما عنديش اكتر من كده. الحاجة التانية الحمد لله وليد اطمنا عليه، لكن يمكن هو كان مخدود شوية، لكن هي كدمة جامدة طبعا، لكن اطمنا عليه الحمد لله بشكل كبير، وان شاء الله بكرة نطمن عليه اكتر. لكن الحمد لله مبدئيا التشخيص من الدكتور خالد الحمد لله ما فيش اي حاجة الحمد لله، لكن كدمة قوية يعني. الله يبارك فيك. طيب لغاية لما نرجع تاني للمؤتمر الصحفي، اطمنا على وليد سليمان، وان شاء الله نطمن عليه من محمد سعيد الدكتور يعني يقول رأيه الأخير، وان شاء الله أكيد بكرة يبقى فيه فحوصات أكتر بالأشعاعات عشان نشوف يعني مدى الإصابة إيه. رجع تاني يا بيبو. طيب تمام، اتفضل يا كابتن سمير. يعني زي ما كنا بنتكلم يعني مش عايزين ندي برضو عليها الفترة. ماشي يا كابتن سمير، نروح للمؤتمر تاني، اتفضل. في ايجابيه من الفريق، يبقى الفريق بيصل بشكل كويس. بنتمنى اي مدرب بيتمنى طبعا ان الفرص اللي انت بتوصل بيها تستغلها بشكل كويس، لكن انا بتفق معاك، يمكن النهارده وصلنا وكنا ممكن نحسم المباراه بشكل مبكر، ودي بتسبب لك طبعا مجهود اكتر وتوتر اكتر، لكن الحمد لله بنصل. فانا بقول ان يا جماعه بنوصل يبقى في ناحيه ايجابيه، واللي بيوصل ده يبقى عنده حاجه ايجابيه، فخلينا نصبر بس كده ان شاء الله. احنا مش عاوزين بقى، احنا عندنا ماتش الرجاء، نتكلم في الرجاء، وارجو منكم بقى ان انتوا كمان برضو، انا عارف ان كلكم بتساندونا، فعاوزين نتكلم برضو بايجابيه زي ما اتكلمتوا بايجابيه الفتره اللي فاتت، وكلكم كنتم متعاملنا بشكل كويس يعني قبل مباراه الترجي، انا بشكركم لان كلكم كنتم متعاملنا بشكل كويس، والثقه اللي كانت عندكم انعكست على اللعيبه. فمش عاوزين نقول مباراه النجم وصعوبه، ان شاء الله هنتكلم بايجابيه، لعبتنا ان شاء الله باذن الله
تعدي بس مباراة الرجاء ان شاء الله وهتفكر بايجابيه ونبقى ان شاء الله موفقين في مباراة النجم ان شاء الله. كابتن اخر سؤال ومش عايزين نبقى خدنا الجمهور بعد الايجابيه موجوده في اظن بحس السرعه وبحس الاداء. بس اتوقع منك حاجه لكن كلمه لكن انقل بقى انت. لا هي خلي بالك بس هي انا قلت ازارو دخل في مرحله صعبه معانا مرحله مهمه بتبقى حاسمه بالذات المشوار الافريقي يمكن اكيد بس في شويه رغبه منه ان هو يعمل حاجه الرغبه دي ساعات بتبقى بتسبب شويه تسرع او شويه قلق شويه بتاثر على القرارات بشكل بسيط لكن انا عندي ثقه وباكد ان شاء الله هي متاجله الحاجه كويس قوي وده فده انا بقول له كده بقول له متاجله الحاجه كويسه ان شاء الله وهتلاقي اشاده من الناس كلها ان شاء الله. بشكركم.